المهمة التانية بقى يقول للتانيين بقى تمارا وكادي. زي ما احنا شايفين كده البنتين الحلوين الأمارات دول قدامهم أقماع، الأقماع دي فيها مسار كده وكده وكده وكده، هما مش شايفين حاجة، احنا اللي هنساعدهم ان هما يمشوا يمين شوية شمال شوية قدام، وطبعا كل واحد عارف صوت مامته وباباه واخواته، صح كده؟ صح. فهنركز بقى، معنا كادي ومعنا تمارا، نشوف مين اللي هتوصل الأول. عايز أقول لكم على حاجة، اللي هتوقع عمى هترجع تاني من الأول. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. يمين يا تمارا، على طول يا تمارا، كمان في تركيز رهيب، انا هسكت عشان هم يسمعوا بعض. شمال يا تمارا، لا يمين يا تمارا، امشي يا تمارا، ايوه شمال، لا ارجع بسرعه لورا، شمال شمالك اللي ما بتاكليش بيها يا تمارا. شمال كمان ناحيتها بقى يا حبيبتي، امشي ناحيتها اللي ما بتاكليش. حسبي يا تمارا هتوقع لهم بقى. ارجعي يا تمارا خطوه، تعالي شمال تمارا، امشي ناحيه. ايوه كمان يا تمارا، كمان كمان، انا هساعدك يا تمارا عشان مش هصدقها. بالراحه جدا، حلوه قوي. مين بقى الايد اللي بتاكلي بيها؟ امشي كمان يا تمارا، مش يلا بسرعه. ايوه كمان كمان، موسى عمال بيزعل تمام. كمان 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 ولا كمان ولا ايه؟ كمان ولا كمان ولا ايه؟ كمان اللي كسبت. يا نهار ابيض، يعني رغم ان كاتي كانت خلاص اللي هتوصل، تمارا كسبت وحضن من موسى وفوقات يات، وحاجه لطيفه جدا جدا جدا، بس الاثنين شاطرين والله. الايد اللي بتاكلي بيها فين؟ اهي. والايد التانيه اسمها ايه؟ اهي. اسمها ايه؟ شمال. شمال، ماشي يلا بينا.